انا مانيش فهمانه ليش بعد في ناس متامله من رجالنا السياسي احبائنا انه يلاقوا الحل ازمه تشكيل الحكومه، الحل ازمه الاقتصاديه، ازمه البنزين. يا حبيباتي هول جماعه بعدهم لهلا ما لاقوا الكليتوريس، بدهم يلاقوا الحل للبنان. شو بنا يا جماعه البزر ومش عم بلاقوه. توافق كامل على الكذب بالمجتمع، يعني في توافق، الناس بتقعد مع بعضها وعم بتمثل. لا التمثيل، انا غرام التمثيل على المسرح، وقت عم مثل بالمسرح مش حتى ستاند اب، انا مع بيرفورمنس طبعا. ف وهيدا كمان ببين بشغلي انه انا عم عايش حقيقتي المطلقه، ضمن قناعاتي، ضمن ان كان هيدا نظرتي للدين، نظرتي للوجود، نظرتي للمجتمع، نظرتي للسكس، تجربتي بالسكس، تجربتي كمرأة لزبين أو حاقية مثلية. فأنا ما بديش خبي حالي. هلا بطبيعة الحال نحن بمجتمعاتنا وقت الرجال يخبص منقلوش شي لأنه رجال عنده حاجاته. والحياة هي على بعضها كوميدية، يعني كلها أبسيود على بعضها، فأنه هو بكفي الواحد يعيش يراقب وياخذ نوت. وأنا هذا اللي بعمله، يعني عندي على الدرايف تاعي صفحة كل وقت شو أي فكرة كوميدية أو مش كوميدية، بايخة أو مش بايخة، شو ما كانت بحطها. ولما بدي أقعد بكتب بحطها وبلش بإيدي، يعني على الورق وهيك I develop وهيك. انا بعتقد انه انا شغلي وحربي ومصرياتي ويعني واللعب كلهم بوظيفتي. فهمت شو قصدي؟ انه انا وقت عم بكتب عم بلعب وعم ضحك حالي وعم كون كرييتيف. سو كرييتيف بروسس رائع ديجا. عم طلع مصاري روعه، عم ناضل روعه، عم بتسلى روعة. فانه بعتقد انا كثير 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 لكي انه في ناس بعد لهلا يمكن ما لاقوا شغفهم. يعني مبروك الحكومه. I'm so excited حيصير عندنا مترو وترامواي و... مترو قاهره. I enjoyed the show very much. I think it was very smart, very intelligent. Very well written. She's amazing on stage. Bravo, Anjad. Bravo, bravo.